توجيه فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان لأولئك الذين جعلوا من الحلف بالطلاق والحديث عن الطلاق أيضا حديث المنازل في هذه الأيام. طلاق أمر خطير ولا يجوز للمسلم أن يتساهل في أمر الطلاق ويجعل الطلاق سلاحا يشهره دائما في وجه زوجته كل ما أراد أن يهددها أو أن يغضبها أو ما أشبه ذلك أو يمزح عليها أن يتكلم بالطلاق. يجب عليها أن يحفظ لسانه ولا يتكلم بالطلاق إلا عند الحاجة إليه ويلتزم بأحكامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن هزلهن جد، هزلهن جد وجدهن جد، الطلاق والعتاق والنذر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلمين أن يحفظوا ألسنتهم من الطلاق ولا يتكلموا به إلا في حدود ضيقة وفي وقت الحاجة إليه. نعم. ولكن كيف يفرق بين الحلف وقوعه حلف وإيمان أو حسب نية القائل، حسب نية الناطق؟ نعم نعم نعم. إذا كان نيته إيقاع الطلاق فإنه يقع. نعم. وإن كانت نيته اليمين على المنع من شيء أو الحث عليه أو تصديق شيء أو تكذيبه فإنه يجري مجرى اليمين على الصحيح من قولي العلماء، وإلا فيه وهم كثرة من العلماء من يرون وقوعه مطلقة. نعم. سبحان الله. نعم. أين الناس من قول الله سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟